صعب تقولوا جبنتي ومعلم. احنا رجعنا ان شاء الله مبارك. الصيف دابا لا تخلص الصيف خرجوا من المساكن. الصيف دابا الصيف بدا دابا يلاه زوين الجو بارد الله مبارك سخون هادشي كنقلبوا اقل ما مزكس ان شاء الله ان شاء الله يلا على بارك شاطئ المركز بمدينة المحمدية. موضوعنا اليوم موضوع مهم ومهم جدا ولم يتطرق له أحد من قبل. نسبح مجموعة ويقع أحد السباحين في عياء كيف أتعامل معه، كذلك لما يصبح غريق كيف أتعامل معه. لهذا اليوم هذه المعلومة خاصة توصل جميع السباحين لأنها مهمة وستصل باحترافية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف كنعرفوا الآن فات الصيف والناس اللي كتسبح الآن كتسبح على شكل مجموعات، يعني لما كنسبحوا على شكل مجموعات يعني كنديروا لي تراجي مثلا كيلومتر 1500 متر 2000 متر، يعني الناس اللي كتسبح كنتكلموا مع الناس اللي كتسبح. في بعض الأحيان كيوقع عياء، الناس كيوقع عليهم عياء والناس كتكون كتسبح، يعني كيفاش خصني نتعامل مع دوك الناس اللي وقع عليهم عياء وكاين حنا في واحد المسافة اللي كبيرة مثلا 200 متر 300 متر، لأن معرفة الشيء خير من جهله. راه نقدر نكون نعوم، يعني نكون سبح مزيان، لكن هاد الفكرة ما عنديش في بالي. وشحال ديال الناس وخصوصا وليدات صغار لما كيعيا شي واحد فيهم كيهربوا عليه، يعني كيخليه، او كنبغينا ننقدو كنبغي ننقدو لكن ما كنعرفش، كنقدر نسبب ليه انا في الغرق ديالو، يعني كنجرو من يدو او كنجرو من رجلو او كندير معاه شي عمليه اللي كيبقى يشرب هو الماء. اذا هو كيسبح ما غنديرش معاه من طبيعه الحال الحركات ديال واحد اللي غارق، خصني نتعامل معاه ونخرجو في سلام، نخرجو وهو مسارح. كذلك هذاك الانسان اللي عيا كيفاش خصو يتعامل معايا، هذاك اللي عيا كيفاش خصو يتعامل معايا، كذلك انا كيفاش خصني نتعامل معاه. هو سال واحد الدرجه اللي كبيره، سال درجه كبيره لكن تكون في بالنا. ها هو الانسان هو عيا، كيفاش خصني ننقلو من مكان لمكان. اذا اتبقاو معنا غنشوفوا الطريقه اللي نظريه، كذلك ملي غندخلوا البحر غنشوفوها عمليه. بقاو معنا. احنا كنسبحوا، احنا دائما كنسبحوا، لكن كيوقعوا بعض الحالات اللي ما كتكونش في الحسبان، ما في بالناش. مثلا واحد فينا عيا، احنا كنعوموا واحد فينا عيا، هو كيعوم كيسبح وعيا، احنا كندخلوا ديما كنديروا لي تراجي. مثلا الاخ سفيان او واحد في في الناس اللي كتسبح معنا، هي كيفاش خصنا نتعاملوا معاه، كل واحد يقول لنا كيفاش خصنا نتعاملوا معاه. دابا سير تونس مع هذا كنقول له سير غير بشويه سير غير وقع مزيان مزيان. سفيان اسوا غادي معاه بالسلاسه بلياتي احسن بشويه بشويه، تتخرج من البلاصه اللي واصلت يخرج ان شاء الله بحول الله، تكون منس باترون. اذا كان كيعوم، اذا كان اللي كنتي كتعرفوا راه كان كيعوم بصح، تسولوش عيا وشدوا شي كلاكه شداته شي حاجه تقدر تبقى معاه شويه، تبقى تهضر معاه باش هو مورال ممكن يكون مزيان. الا كان حس براسو عيا غتحاول تخرجو ديك الطريقه اللي هو اللي الا كان كيعوم راه غديرو فوق ظهرك تبقى غادي معاه بشويه بشويه. مزيان الله يبارك. سير اول حاجه اخويا منير تعتمد معاه في العامل النفسي بعد هو الاول، باش ياخذ واحد الثقه في النفس. تعامل معاه انا انسان تيكون في موقع يكون كيعرف يعوم،
وي اللي كيجي شي شوك ولا شي حاجه كيولي بحال عمرك عرف يعوم. يعني اول حاجه العام النفسي شحال مره كيدير مونيه في البحر كيجيوك ما تخافش هانيه كون مزيان كلشي يعني كياخذ واحد نفس صح كياخذ واحد العام النفسي مهمه الحاجه الثانيه الا كانت الامور كاع معقده ساعه كيما مونيه كيدير بك براسك كيلوحك في دارك كي وي هذه مهم. اول شيء كيف قالوا الاخوه يعني العامل النفسي لعب عليه قول لي واش انت مزيان ندوي معاه نتواصل معاه في الماء حيت التواصل كيلعب واحد الدور كبير. شفتوا عيا يعني عيا لا محل هو عيا كيفاش خصني نتعامل معاه. واخا اول شيء كنمشي ليه كنمشي بهذا الطريق كنخليه يشد مني ياك كنخليه يشد مني الطريقه هو اللي باش غيشد مني ما غيشدش مني بهذه الطريقه. شوف يشد مني بهذه الطريقه غيهبطني شوف بهذه الطريقه غيهبطني كيفاش خصو يشد مني. جي جي هنا اخي شوف ما يشدش مني بهذه الطريقه غير يشد غيهبطني وغيشربني الماء وغنوقعوا في حاله اخرى ديال الغرق. ولو وقعنا في حاله ديال الغرق خصني نتعامل معاه في شكل اخر. لا الوقت اللي يشدني كيشدني بهذه الطريقه يدو مسرحين والجسم ديالو مسرح وانا اللي خصني نديه براس نكون كنتقن براس نكون كنتقن براس. يعني الوقت اللي يشدني هو بهذه الطريقه غنديروا ان شاء الله عمليه في الماء نكون كنتقن براس بهذه الطريقه. شوف كنمشي بهذه الطريقه ورجلي رجلي كيكونوا محلولين كيضربوا هنا واللي معايا رجلي كيكونوا مسدودين. هاد شو دابا حنا دابا تكلمنا يا قلنا كيفاش خصني نجرو ولكن ملي غنجرو غنولي واحد معاه حيت المسافه طويله خصني نجيبو من حد المسافه ما يتحركش هو حاجه وحده اللي غيدير غيسرح يدو ولو يكون وزن شي يكون واحد يوزن 120 كيلو واللي غيجرو كيوزن 60 كيلو يجرو بطريقه سلسه ويوصل بر الامان. لكن هذاك تكون عنده حركه صحيحه والاخر تكون عنده كذلك حركه صحيحه. دونك الا كان شي فوت صغير غيخربق لينا كلش. الا كان فوت صغير اشنو غيوقع؟ غيهبطني ولا هبطني خاصها تكون عندي ثاني حركه ديالاش تكون عندي حركه ديال نجيبو هنا بهذه الطريقه ونخدم معاه بحال ولكن كاينه مسافه طويله صعيبه باش غنجيبو مسافه طويله صعيبه. وديجا هو كيسمح بلا ما نحتاج مع ندير مع الطريق. ها نعم علاش هو كيسمح معايا علاش كنديروا هادشي؟ حيت كاين دابا جروبات كاين في اكادير كاينين في قنيطره كاين في الرباط في سلا يعني مغاربه كاينين كيديروا جروبات او في العالم كاينين جروبات. اذا ملي غيوقع لي هاد المشكل كيخصني نكون مهيئ ليه ماشي بحال ما عارفش ما كنقول راه نهزو في كتافي ولكن الطريقه قلنا نمشي براس رجلي نضرب برجلي مفتوحين هو رجلي يكونوا مسدودين. اش كيوقع بحال يهز معاك شي حاجه خفيفه ولكن غير هو يدير غلط يجمع يده ولا قال تاول نبدا نعاون برجليا يقدر يعاونو كيخصو يعاونك بطريقه سلسه يمشي معاك في نفس الضربه ديالك ويخلي رجلي مجموعين هو من الافضل غير يرتاح يترخى. غادي نديرو ان شاء الله عمليه وغادي نشوفوها. اذا قلنا الى وقع عياء لداخل حيت كيوقع شوك يقدر شي كلاكاج اللي هو اللي صعيب او كذا وانسان ربما كيتخلع ولا كيكون اول مره تكون عنده هذه الفكره. مره كتولي دات في جديده وديت درت معاهم هاد لي سيونس هاد واحد وليت تبارك الله راه تقريبا في عمره يمكن شي 9 سنين او 10 سنين وجرى واحد عنده شي 15 سنه ولا 16 والاخر وجرب طريقه سهله كيدير لي براسي قالت له هذا كيفاش خصك دير وهذا كيفاش خصك دير تمام مزيان اذا ان شاء الله غادي ننزلوا وغادي نطبقوا هذاك الشيء عملي يلا على بركه الله. وكذلك بالنسبه للغارق الانسان كيغرق هذه ما نفوتوهاش حتى ندخلوها انسان ثابت الانسان كيغرق اول ما كتمشي عنده يعني اوتوماتيكمون كيشدك بهذه الطريقه وكينزل. يعني الوقت اللي غادي ينزلني بهذه الطريقه شنو خصني ندير؟ شوف يدي كنخالفهم بهذه الطريقه وحده كنجيبها من الداخل وحده من الفوق شوف وبهذه الطريقه وكندفع برجلي شوف رجلي كندفع بها ونجرب يدي وصدري مهزوز الى قدر الطريقه مزيان. علاش؟ لانه خصو يبقى يتنفس مزيان. وكذلك في بعض الاحيان كنمشي عند غارق الوقت اللي كنمشي شنو كيدير ليا بهذه الطريقه شنو خصني ندير تكون عندي واحد السلاسه طن كنجرو ثاني بهذه الطريقه
وهذه كنضرب بيدي وبرجلي. والاغلبيه لما كيكون الغرق كيغرق ما نمشيش عنده فاس، هذه هي اللي سليمه 100%، ما نمشيش عنده فاس، ها هو كيغرق. كنمشي كندور كنجي بهذا الطريق. إذن هاد المسائل هادو مهمين بالنسبة للبحر، خاصهم يكونوا عندنا. يعني الجروبات لما كيكونوا يعوموا ماشي غير يجي للبحر صافي تلاح يمشي، هادشي يكون في باله الناس اللي كتسبح، هادشي يديروا في باله لأنه مهم، ومهم جدا. لأنه كيوقع الآفات كيوقع المشكل، لما كيوقع المشكل كون تريني علينا قبل، يعني فيما بيننا لما يكون البحر مزيان بهذه الطريقة نتريني ونديروا حصص ديال الإنقاذ فيما بيننا، لأن غيجي واحد النار غادي نحتاجها. إذن نحاولوا نديروا داك الشيء عملي في البحر. بقاو معنا. كل ما سمعناه نظري سنراه الآن عملي. وبالنسبة للوزن لا يشكل أي خطورة على المنقذ، فقط يقوم بحركات إنقاذ عملية مضبوطة. هذا إن شاء الله نشوفه الآن. الأخ أيوب اللهم بارك يزن أكثر من الوزن، يعني لكن بطريقة سلسة، لأنه حتى الغريق لما كيعين المنقذ على الحركة المضبوطة ويشده بطريقة صحيحة فهذا لا يشكل أي خطر على المنقذ. شوف الآن، يعني كنسبح به كأنني كنسبح كأنني كنسبح بوحدي. لهذا غنمشي بطريقة سلسة حتى نوصلوا لبر الأمان، ويوصل هو مستريح. من طبيعة الحال هادشي كنديرو في البحر اللي يكون هادئ، يعني بدون موج، بدون واحد الكورون قوي. ربما يكون الكورون نقدر نتبعو، لكن الموج ما نقدرش نتعامل معاه بهذه الطريقة. وغنشوفو هادشي كذلك مع شاب آخر محمد، وفي الأخير كذلك هو اللي يعني ينقذني بطريقة كذلك سلسة. هاد الشيء يكون في بالنا ونكون نعرفوه ونتمرنوا عليه. يعني بالنسبة للمجموعات كندخلوا البحر طبيعة الحال، لكن كيخصنا ضروري نكونوا متمرنين على هاد الإنقاذ، ماشي حتى يوقع الواقع عادش بدون نفكروا يكون فات الأوان. إذن هاد الشيء دائما نديروه في مكان اللي يكون هادي، دائما كنقولوا نتكلموا مع مثلا اللي وقع ليه عياء ونعطيه الثقه ونتكلم معاه بهذه الطريقه، واش مزيان شنو خصك، يعني يقولك صافي عيت ما قدرتش نكمل في هذه الطريقه. شوف نسبح بطريقه عاديه، شوف الان غتشوفوا الحركه ديال الرجل واليد والجسم. شوف يعني براس سباحة على الصدر، رجلين كيتجمعوا، لا ما كنجمعهمش كنخليهم مفتوحين، هو الرجلين مجموعين حتى ما يوقعش واحد الاصطدام ديال الارجل، ونجيب طريقه سلسه. اللهم بارك. اذا كيف كنشوفوا الان هادشي غيبان لينا سهل بالنظر، وفعلا هو سهل لو قمت بحركه مضبوطه فهو سهل. شوف الارجل كيضربوا، يعني هما مفتوحين، هو الارجل ديالو مجموعين ما كيدير حتى حركه، فقط كيترخى كيسرح يدو بالحركه الصحيحه. والان كذلك محمد غيتمرن باش يجيبني يعني من مسافه بعيده، وهاد الطريقه الان نسبح بها نقدر نسبح بها حتى اكثر من كيلومتر. كنكون انا مرتاح وهو مرتاح، لكن الطريقه ديال الانقاذ فهي صعيبه، خصوصا من لما نكونوا في واحد المكان هو بعيد. كيف كنشوفوا الله مبارك.
محمد يعني وصلني بطريقة الحمد لله كيف كتشوفوا الآن الرجل ديالي ما كنتش كنحرك. والآن غندوزو لما كيوقع في حالة غرق بدون شعور وبطريقة لا إرادية. كيفاش خصني نتعامل معاك؟ كتشي خصو يكون عندي، مش ندير هذيك الحركة الأولى ونقول هادشي ما يوقعش، يقدر يوقع هادشي بدون شعور مني. إذن هنا شنو خصني؟ شوف اللي كنا نحكيو عليه في النظري الآن جا تطبيقي. دائما نجتهد على حركات إنقاذ اللي هما أكاديمي بروفيسور كنشوفو طريقة سلسة. دائما السلطي اللي كيجي على ظهرك كنجربو والفم ديالي كيبقى ياخد أكسجين حتى هو كيبقى هاز شوف شوف. إذا هنا يكون عندي واحد مرونة في هذه هي طريقة زمان سهلة لكن هي طريقة كيف كنا في النظر كنشد لي يدو كنطورو كذلك. شوف الحركة ديالي راه حتى يلقى راحتو في التنفس والطريقة باش كيبقى الجسم ديالي يوزو سيما حنا غنشوفو راحتو دايما الحركة هنا مساكي وقع حالة غرق دائما جات. شوف كيدور دائما يعني كنجتهد على هاد الحركة. شوف الطريقة اللي كنضرب برجلي كندفع برجلي باش البوا ديالي كيتهز كذلك البوا ديالو كيترفع من الماء وكنخليه يتنفس على خاطرو وكنخرجو بطريقة سلسة. هادشي يكون عندي هادشي الناس اللي كتسبح تاخذ الماء وانسب طريقة هي ما نمشيش عندو فاس نبحث عليه هو غارق لما يكون حالة غرق نتمنى من الله تكونوا استفدتوا معنا لان هذا الشيء مهم جدا خاص السباحه يتمرنوا. اليوم كنا في واحد الموضوع اللي هو مهم بالنسبه للناس اللي كتسبح وعيات خلال السباحه وكنا يعني داخلين وبغينا نخرجهم بطريقه اللي سلسه وسهله كيفاش حتى نخرجهم لانها مهمه. هذا هو موضوعنا انه مهم. دابا شحال ديال الناس سباحه كيكونوا ولو كيكونوا اللي بوي معاهم وهذا لكن انا بغيت نخرج يعني ديك الانسان ديك السباح اللي هو عيا يعني وقع ليه شي حاجه اللي ما كانش منتظره يعني شدوا شي كلاكاج اللي هو يعني خايب او جاتو شي حاله في الصحه ديالو او فقد الوعي ديالو يعني لا فقد الوعي ديالو من طبيعه الحال كنتعاملوا معاه بشكل اخر يعني كنشد نحط الصدر ديالي على الظهر ديالو كيف شفنا كنضرب برجلي وكنخرجو بهذيك الطريقه لكن هو عيا ومازال في الوعي ديالو وما قدرش يخرج وحنا في مسافه طويله يعني كيف شفنا يعني كيترخى وكيحط يدو بهذه الطريقه على الظهر ديالي وكنعوم انا براس بطريقه صحيحه ورجلي مفتوحين هو رجليه مجموعين حتى ملي كنسبح يعني ما كتبانش ما كيبانش العياء عليا كذلك هو كيجي بطريقه هو مطمئن ومره مره الا قدر يضرب برجليه بطريقه كذلك هو سلسه والمهم هو يترخى. لهذا احنا ما كنبخلوش بالمعلومه اللي كتكون مهمه في الميدان هذه من طبيعه الحال لما غنعطيها الانسان وغيسمعها غيقول بانها سهله اي واحد يقدر يديرها لكن ما كايناش في بالي انا ما كايناش في بالي يعني لما كانش في بالي كنلاحظوا بعض الاحيان خصوصا وليدات صغار لما كيعيا شي واحد وكيقول لي راني عييت هو في الماء كيقدروا يهربوا ويخليه ويمشي وليدات صغار غير عطيناهم هذه المعلومه ونفعتهم فعلا كتلقى وليد صغير كيجر مع وليد صغير كيجر معاه واحد اللي كبير ولكن بطريقه اللي هي صحيحه لكن قبل غيشوف واحد كيغرق او عيا يقدر يهرب ويخليه وهادشي راه كنشاهدوه بزاف. لهذا نتمنوا من الله تكونوا استفدتوا معنا لان هاد المواضيع مهمه خصوصا بالنسبه للسباحه الناس اللي كتسبح. علاش؟ لان الناس اللي كتسبح كتختار الابليكاسيون
ابليكاسيون يعني كيكون الماء اقل من واحد وكتخسر اماكن طايحه بحال هذا الشكل، يكون عندها الاستثناء ديال المول. يعني لما كان نحمل شي واحد فوق الظهر ديالي ما كنلقاش مشكل ديال الموج او كاين شي كورون خايب، لان الا كان كذلك البحر اللي هو صعيب راه ما يمكنش لي ندير هذه الحركه، يعني موج او كورون اللي قوي. وهذا اذا نتمنى من الله تكونوا استفدتوا معنا. مازال الخير ومازال كاينين معلومات اللي هي كثيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المراكش كيف حالك؟ شحال عندك؟ 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 شحال عندك؟